السلام عليكم. المغرب والجزائر في 2021 ظلم الجار أشد مضادة من طبول النار. طوال سنة 2021 ظلت الجارة الشرقية الجزائر تبعث إشارات وتلوح عبر إعلامها بشن الحرب مع المغرب منذ فتحه معبر القرقرات وطرده الانفصالي جبهة البوليزاريو الذين ظلوا يعرقلون الحركة التجارية بالمعبر الحدودي، ولم يستصغي النظام الجزائري انتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الوحدة الترابية، وهو ما جعله ينتج القطعية معها ويصفها بالجار السوء، وقبلها عمل على استدعاء سفيره من الرباط للتشاور. فمن ناحية الاستهلاك الإعلامي، أكد عبد الفتاح نعوم المختص في ملف الصحراء المغربية أن المملكة واجهت استفزازات الجزائر لأنها صاحبة الحق وصاحبة قضية العدالة، مضيفا أن القضية تأخذ مسارها بالأمم المتحدة بشكل سليم وفق رؤية وتحرك آليات حكيمة ومتعقلة. واعتبر الباحث المغربي أن الاستفزازات التي صدرت من الجزائر بشكل مستمر طوال هذه السنة ينظر لها باعتبارها تعني الجزائر فقط، وأنها تعبير عن تنفيذ داخلي وعن هزيمة الجزائر وأطروحتها الداعمة للانفصال في الصحراء المغربية. كما أوضح النعوم أن اللجوء إلى الحرب أمر مستبعد، معتبرا أن طبول الحرب شأنها شأن التصعيد الدبلوماسي الجزائري، إذ أنها للاستهلاك الإعلامي بحيث لا توجد مبررات لها، والطرف القادر على إدارتها والذي يملك الإمكانيات الحقيقية لها لا يرغب فيها. وشدد المتحدث ذاته ضمن تصريحه على أن منطقة شمال الغرب إفريقيا مليئة بالإرهاب والتطرف، وبالتالي أي عاقل لا يمكن له أن يفكر في الحرب فيها، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تفكر في استعمالها للاستهلاك الإعلامي فيما تعتبرها أمرا مستحيلا لاعتبارات دولية وإقليمية، وأيضا لاعتبارات تتعلق بها لكونها غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها في ظل الاستقرار، فبالأحرى في ظل الحرب، موضحا في هذا السياق أن الجزائر تستعمل عصا الحرب في وجه نخبها الداخلية، لذلك بقيت طبول الحرب تقرع من جانب واحد وفق تعبيره. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.